يستقبلك تمثال لها في مدخل مدينة السنبلاوين التابعة لها قرية طماي الزهيرة، تلك القرية التي ولدت فيها أم كلثوم. الست وثومة وسيدة الغناء العربي وكوكب الشرق كلها أسماء أطلقت على الراحلة. هنا التقينا أقاربها الذين حدثونا عنها. هي كالدعم مجهود الحربي اللي جالت به البلاد كلها. أنا ما روحتش معها بلد إلا أبو ظبي إمارات، ولادي الشيخ زايد أطال الله عمره مرحم أبوه ووالدته، كان راجل ونعم الشيخ زايد. فيعني كل ده جماعي ومش كتير على مصر، لأن بلدها وأهلها وناسها. وتعمل القرية على إحياء سيرتها وتراثها عبر استحداث مجموعة من الأنشطة للفت الانتباه إلى القرية التي يأمل أهلها أن يطالها التطوير اللازم كنوع من الرد الجميل للفنانة الراحلة. البلد فقيرة ماديا، اشتغل على ذكرى أم كلثوم، ألفت الأضواء السياسيين أو الجهات العامة على البلد بحيث أن هي النهاردة تلقى الضوء على طماي الزهيرة وتاخد بيد طماي الزهيرة. يعني طبعا أم كلثوم إدت لمصر كتير. وعندما تجوب شوارع البلدة تلحظ بسهولة وجود صور أم كلثوم والمحال التجارية التي حملت اسمها، حتى تصل إلى هذا المنزل الذي ولدت فيه كوكب الشرق، فيستقبلك أبناء أخوتها الذين لا زالوا يعيشون على ذكرها. يقولوا إن اسم السيدة أم كلثوم فطمة، لا اسمها أم كلثوم، هي اسم فاطمة، ده اسم ست أنا اللي هي والدة السيدة أم كلثوم. في ناس كتير عملت دراسة عن أم كلثوم لقوها يعني نورمال، مش يعني لا استخدمت إغراء في الغنى إن هي تمتع الناس بالإغراء، ولا استخدمت أي حركة من الحركات اللي الناس بتعملها، ووصلت لقلوب الناس. ولدت كوكب الشرق في الرابع من مايو عام 1904، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي خلدت اسمها حتى الآن، رغم رحيلها في الثالث من فبراير عام 1975، لتظل باقية في ذاكرة كل عشاقها. تظل أم كلثوم واحدة ممن أثروا الحياة الفنية بأعمالها المميزة، كما يظل دورها في بناء الدولة الوطنية محل تقدير، وما جعل أهلها هنا يطالبون بضرورة تحويل قريتهم إلى قرية نموذجية لتليق باسم الراحلة الكبيرة. من مسقط رأس سيدة الغناء العربي بمحافظة القهلية أحمد مصطفى، قناة الغناء.